السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم. طبخ وصفات لاله فطيمه اليوم ان شاء الله فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو كما العاده ما نساوش تدعموني باللايك ديالكم باش تشجعوني، ولو كنتو اول مره كتشوفوني فما نساوش تشتركوا في القناه وكذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا الجديد ديالي. لو بغيتو كتشاهدوني مواقع اخرى غنخلي لكم الرابط ديال الانستغرام ديالي اسفل الفيديو، كنحط فيها كاي فيديوهات سريع، كذلك الصفحه ديالي على الفيسبوك حتى هي ما نساوش تدخلوا ليها وديروا متابعه على لاباج ولايك باش دائما توصلوا الجديد ديالي. المهم دابا ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فعندي هنا الباذنجان يعني البرانيه، فانا غسلتها مزيان ونظفتها. انا غنستعمل هنا غير ثلاثة الحبات، وانتم يعني كيبقى لكم الاختيار شحال ما بغيتوا ديروا ديال الكميه ديروها. هنايا مباشره من بعد ما كنقشر الحبه ديال الباذنجان غندوزو ان شاء الله باش غنحكوها في هاد الجهه هادي اللي كتكون يعني غليظه شي شويه. بسم الله على بركه الله. وهنا كما كتشوفوا معايا فهاد الدنجال ولا اللون ديالو اسود على هاد الشكل، يعني ما تخافوش بتاتا فهو كيطلق هكا الماء. دابا غنجي وغنعصرو باش هكا ما كيبقاش فيه هاد الكحوليه ديالو. كنشدو هكا واحد شويه باليد ديالنا، كنزيرو مزيان. كما كتشوفوا معايا كتبقاش كحله، الدنجال كيكون فيه كميه كثيره ديال الماء، يعني انا ما ضفت له لا ما لا والو، غير كنعصرو. يمكن لكم ما كتعصرو غير بشي شبيكه، لكن صراحه انا كنفضل هكا نضغطو عليه باليد ديالنا باش كيختفى منه داك الماء، باش كتاكدوا بانه يعني 100% ما بقاش فيه المياه. هنا كما كتشوفوا معايا فهذا هو الدنجال ديالنا، يعني ولا ناشف ما فيهش الماء، وفي نفس اللحظه ما بقاش هكا اللون ديالو اسود بحال اللي كان. بالنسبه للتوابل فغنحتاج هنا راس ملعقه صغيره من الفلفل الاسود اللي هو البزار، كذلك واحد شويه ديال الحار، قليل من الملح. بالنسبه للملح فهي كتبقى على حسب الطاق، كذلك غنضيف هنايا فص واحد من الثوم. كما كتشوفوا معايا الفص اللي درت صغيوار، ما نكثروش بزاف الثومه. كذلك غنضيف هنايا نص معلقه صغيره ديال الكمون. بالنسبه للكميه اللي درت انا ديال الدنجال فانا درت 700 غرام ديال الدنجال، يعني اكثر من نص كيلو شي شويه. وغنضيف هنايا جوج ديال البيضات، نحاول انا نحركهم مزيان. شويه ديال الزيت نباتية، اخلي الزيت حتى يسخن مزيان. وهنا من بعد ما كيسخن الزيت مزيان على هذا الشكل كنجيو كنقصوا البوطه مزيان على هذا الشكل. كما كتشوفوا معايا البوطه ناقصه، كنجيو كنوضعوا الدنجال ديالنا. بسم الله على بركه الله. دابا غنوزعو، بالنسبة للزيت فأنا منضفتش كمية كتيرة ديال الزيت، ضفت تقريبا هكا واحد ربعة ديال المعالق. إلا بغيتو هكا قلو كمية الزيت قلوها، يعني ماشي مشكل، أهم حاجة يعني خصنا نقصو البوطة باش هكا كطيب لنا الدجاج على خطرة. دابا مباشرة نغطيها ونخليها حتى طيب مزيان من الجهة التحتانية، وندوزو ان شاء الله باش نقلبوها.
هنا كما كتشوفوا معايا فمن بعد ما نشفات عليها الشكل دابا غنقلبها. بسم الله على بركه الله كنوضع هكا في الطويسيل وكنقلب كل سهوله. كما كتشوفوا معايا كتحمرات من تحت. فهاد المرحله هذه ما غندير لها زيت لا والو، نرجعها مباشره لحقاش درنا في الاول الزيت الكافي. دابا غطيناها وخليها تزيد كذلك طيب من الجهه التحتانيه مزيان. ودابا فهاد المرحله فراه هي طابت وتحمرات شي شويه من التحت. دابا نقلبها، تاكدوا يعني واش طايبه ولا لا. كما كتشوفوا معايا راه تحمرات من التحت على هذا الشكل. فهاد المرحله هذه فغنرجعها للجهه الاولى. فهاد المرحله هذه فغنطفي النار. بالنسبه للفنجان كما كتشوفوا معايا فراه طايب، ما تخافوش بتاتا انه يبقى خضر معكم. دابا فهاد المرحله فغندير هكا واحد شويه ديال لاصوص طوماط، غنديها غير يعني واحد شويه. غندهن الدنجال ديالي بلاصوص طوماط. بالنسبه للدنجال فكيتواتى بزاف مع مطيشه. بالنسبه لهاد لاصوص هادي فحضرتها غير في المنزل، غنخلي لكم واحد الرابط ديال واحد الفيديو يعني تحضرت فيه هاد لاصوص هادي. الا بغيتو هكا ديروها، كتجي صراحه بنينه وسهله في التحضير. وكمان كلكم ديروا اي صوص كتفضلوا. فهاد المرحله هادي فغندير واحد شويه ديال الجبن الاحمر، عندي مخلط مع جبن الموتزاريلا. غندير كذلك واحد شويه ديال الحار، غير شي شويه باش هكا كيعطينا واحد اللويان من الفوق. يمكن لكم كذلك ديروا التحميره. دابا غطيها بسم الله على بركه الله. وفي هاد المرحله هادي كما كتشوفوا معايا فانا شعلت النار، نوريكم النار كيفاش خصها تكون لحقاش الدنجال عندنا طايب من جوج جوايه. خصنا نقصوا البوطه ميته باش هكا غير الجبن اللي درنا كيدوب. كما كتشوفوا معايا النار ميته، دابا غنرجعها وغنخليها حتى يذوب لنا غير هاد الجبن الموتزاريلا اللي وضعناه وكذلك الجبن الاحمر، ونتلاقاو ان شاء الله. وبهاد المرحله كما كتشوفوا معايا فكيبان لنا بان الجبن يعني داب على هاد الشكل. دابا مباشره غنطفي النار. حتى بالنسبه للدنجال ديالي فما لاصق ما والو يعني كيتخبط. ودابا غنوضع الدنجال ديالي في الطبسيل كما كتشوفوا معايا. بسم الله على بركه الله. كما قلتلكم في الاول بالنسبه لهذا الدنجال هذا كيجي طايب يعني ما تخافوش بتاتا انه ما يطيبش معاكم. كما معروف الدنجال داغي كيطيب واصلا يعني حكيناه. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا فكتجي رائعه، كتجي هكايا شاده راسها وطايبه حتى من التحت راها طايبه. كما كتشوفوا معايا يعني ما كتجيش مرخيه، كتجي هكا بحال قطعة ديال البيتزا تماما. بالنسبة للدنجال فكيجي طايب كما كتشوفوا معي وشاد راسو. صراحة كيجي المذاق ديالها رائع، كتجي لذيذة بزاف. اللي غيدوقها فما غيعرفش راسو بأنه كياكل دنجال. كيجي هكا المذاق ديالي يعني ما فيهش المذاق ديال الدنجال بتاتا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا اكيده ان شاء الله الا جربتوها فغتعجبكم بزاف لحقاش فعلا كتجي لذيذه. وكما قلت لكم ما كيجيش المذاق ديال الدنجال سبحان الله باين كاع. المهم دابا بقى لي الا ندعكم لعجبكم الفيديو ما تنساوش دعموني بلايك ديالكم باش تشجعوني. كذلك كنتو اول مره كتشوفوني فما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا الجديد ديالي. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.